البراغيث من أكثر الإصابات الطفيلية شيوعا، والتي تنشط في أشهر الصيف. تنتقل العدوى عادة بالاحتكاك المباشر مع الحيوانات المصابة بها، وكذلك من البيئة الملوثة. تتغذى على دم الحيوان مسببة له حكة شديدة وفقدان الشعر والتهاب الجلد، مما قد يؤدي إلى حدوث عدوى جلدية بكتيرية للحيوان المصاب. كافح البراغيث في 5 خطوات، وهي استخدام العقار المعالج للبراغيث لكل القطط والكلاب بالمنزل. اشفط باستخدام المكنسة الكهربائية داخل المنزل وتحت المفروشات والتنجيد وجميع الأرضيات، ثم أفرغ كيس أو عبوة المكنسة الكهربائية داخل كيس بلاستيكي، أحكم إغلاقه ثم تخلص منه بعيدا. اغسل جميع الأماكن التي ينام أو يلعب فوقها الحيوان. أعد معالجة القط أو الكلب كل 30 يوم. استمر بالمعالجة الشهرية طوال العام بما في ذلك فصل الشتاء. مع تحيات الإرشاد البيطري بوزارة البيئة والمياه والزراعة.